أيها الشعب، لم أكن يوما طالب سلطة أو جاه. إيه دي يا ابني؟ دي الفلوس اللي طلبتها عشان تفطر سيادتك. الله، انتم مش شايفيني بلقي خطاب للأمة؟ امشي امشي يا ابني، تعال تعال هدي. أيها الشعب، إننا نعيش مرحلة حرجة تكسر فيها أعمال الشغب والنهب والسلب. بست، حط دي عندك في الجنينة. أيها الشعب. إيه يا ابني؟ إيه يا ابني أنت الآخر في إيه؟ السواق بيستناك برا سيادتك.